مع توالي حالة الغلاء في الأسواق يزداد اعتماد المواطنين على الأسماك بسبب أسعارها المعقولة مقارنة باللحوم الحمراء، إذ يشهد العراق ارتفاعا كبيرا في أسعارها منذ أشهر عدة وصولا إلى رمضان، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 20,000 دينار. ثروة حيوانية انتهت بالعراق، وعيجينا اللحم مستورد، ومن عيجي العراق وهم عيجي غالي، يعني ما عيجي رخيص. والدليل على هذا أنه جميع دول العالم ناخذ منه نستورده، فما ينبع رخيص راح ينبع غالي. وزارة الزراعة اتخذت إجراءات للحد من ارتفاع أسعار اللحوم، من بينها تسهيل نقل المواشي الحية بين المحافظات وإقليم كردستان، والسماح باستيراد اللحوم من جميع الدول باستثناء المحظورة. ومع الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء يتزايد الطلب على الأسماك خاصة خلال شهر رمضان، إذ يعتبرها المواطنون خيارا بديلا في الوقت الراهن. احنا اهم شيء عندنا السعر، السعر كل الطبقات تاكل. ليش؟ اول شيء قلت لك اني الصحه، يعني حيل حيل صحي. ويأمل المواطنون انخفاض اسعار اللحوم الحمراء بعد انتهاء شهر رمضان الذي ترتفع خلاله في العاده اسعار معظم السلع الغذائيه بسبب زياده الطلب.